الدكتور جمال الدين بن حدو، كنشكر جورنال أصوات وتحية لهذه القناة هذه، لأن كانت دائما تستقبلني في رحابها مشكورة. تنحيي كذلك الإخوان ديالي الفنانين اللي ساهموا بالأعمال الفنية وداروا دعايات حول كوفيد 19 وعانوا كذلك رغم يعني بقوا في البيوت ديالهم وبقوا يعني ملتزمين بالحجر الصحي، رغم ذلك كانوا كيشتغلوا في البيوت ديالهم. ومنهم عبد الضعيف المثيل امامكم، بحيث انا كنت في الاول درت واحد العدد من الاعمال الفنيه اللي نشرتها باش نساهم في هذا، ومن بينها قصيده الملحون اللي هي على وزن الفرانه، قصيده كورونا، وكنت سجلتها وكان دلها وحنا في الحجر بدون ما نخرجوا من البيوت ديالنا، دلها الاستاذ عبد الرزاق سامح اللي هو الاخ ديال الفنانه الكبيره ديالنا اللي كنحييها نعيمه سامح، تنتمنى لها الصحه وطول العمر، هو صديق واخ منذ قديم ديالي، ودلها الاخراج، وكذلك الاستاذ توفيق اللي سجلها ليا في استوديو، بحيث صيفط له المقام وصيفط له الجمله وسجلها ودخلت انا الصوت ديالي، كنشكرو حتى هو. والان هي غادي ننشرها ان شاء الله في اليوتيوب، تنتمنى تعجبكم. وهذه الاعمال كلها الفنان كما قلت متي يعني دائما في العطاء ودائما في هذا، وعلى المسؤول يتحمل المسؤوليه ديالو التاريخيه، وعلى الجميع الذين يساهمون في المشهد الفني باش يقوموا بالواجبات ديالهم. ووزارة الثقافة خصنا نعرفوا أن وزارة الثقافة هي الوجه ديال البلاد، راه من أحسن الوزارات وأجمل، ما خصناش نحتقروا وزارة الثقافة ولا نطيحوا من الشأن ديالها، بالعكس. وثانيا أنا كنحيي كذلك وزير الثقافة الشاب، لأن ما تنعتبروش أنه هو عنده شي يد في هذه العملية ولا هذا، هو شاب ووزير جديد، ولكن المشكل ديال الدعم كان قبل من هذه السنة، فقط كورونا اللي بينت هذا المشكل. وكما تنقول ان راه كاين هناك فرق ما بين دعم دعم المشروع المشاريع الفنيه وفرق بين دعم الفنان في كورونا، خاصنا نفكروا في دعم الفنان لان الفنان يعاني بواحد الشكل كبير جدا. الظروف اللي تعيش فيها الفنان هي ظروف قاسيه جدا، والان الفنانين تيبيعوا الالات ديالهم، تتعرف ان اعز شيء تيكون عند الفنان هي الاله ديالو، لان تتكون بحال واحد من وليداته اللي كيدخل شي فرح ما يقدرش يعطيك الاله تشدها له، لان تعرف شنو شد باش هو ملي تيوصل الفنان يبيع الاله ديالو مساله خاصها، هذه خطيره جدا. الفنان المغربي كيقاسي، وانا كنشكر وزاره الثقافه اللي نشرت هذيك اللائحه، لانني كنت دافع وكان واحد العدد من الفنانين معايا كانوا دايرين امل انهم ياخذوا داك الدعم قبل من العيد الكبير، وبقاو صابرين كاين اللي تسلف باش دار العيد فعلا، وبقاو كيتسناو. خصنا نعرفوا ان الفنانين الاولى عائلتهم تضحيت بهم، اللي عنده مرتو، اللي عنده تعاون راجله، اللي عنده عائلته ولا خوته ولا هذا اللي كاين، ولكن الفنان ما خاصو يوصل لهذا الحال، الفنان خاصو يعيش دائما في واحد المستوى راقي لانه وجه المجتمع وخاصو. وتن واحد الملاحظه شفتها دابا في الفيسبوك، ان شي اطباء تيصوروهم تيشطحوا تيغنيو باش زعما باش يتزعم تهكموا على الفنان، لا ما خصهمش يتهكموا على الفنان، لان ممكن كليه تنتج لنا في العام 300 طبيب، ولكن لما عاد تيدخلوا له 1000 وتيخرجوا منه 3 ديال الفنانين. الفنان ماشي حالة تتكون، الفنان هي وعطاء من عند الله، واحد تولد ما تعرفش راسو علاش خرج فنان، والفنان راه الدول المتقدمة
كتعطي واحد المستوى ديال السفير ديال الدوله، وتعطي واحد المستوى رائع. وانا كنشوف انا ملي كنخرج مثل اوروبا كيفاش كيتعامل معايا، حتى الشرطي ديال الديوانه في فرنسا كيشوف انا رانا فنان كيفاش كيتعامل معايا، ما تصوروش كيفاش كنحس. تنتمنى باش يتدعم الفنان، الفنان لحد الان راه ما دعمش، لان كاين واحد العدد كما قلت لكم. انا بالنسبه لي انا كنشكر وزاره الثقافه اللي نشرت هذاك اللجنه، لان كانوا غادي يجيو لي يقولوا لي لا خديتي الدعم وما عطيتيناش. الله يخليكم، راه الفنان الان تعيش واحد الحاله يرثى لها. نقطه اخرى باش نحلوا هذا المشكل من الجدر ديالو، هو ان نعطيو الفنانين نعطيهم الحق في امتلاك الفنون ديالو، واحد الحقوق التاليف. واحد تيجي تيمثل، وانا احيي واحد الفيديو ديال الاستاذه خديجه اسد ان حطت يديها على مكمن الضرر، وهو انه الفنان مثلا انا كنصوب اغاني وتنديها للاذاعه، تقول لك ما نطلقوهاش لك في الاذاعه حتى دير لينا تنازل بانني كتنازل على هاد الاغاني لصالح كذا، وهذا ماشي هذا ما خصهاش تكون هذه. بالعكس خصني نعطي الاغاني ويدوزوا في اذاعه والدروه دو تور تعطيني داك النصيب ديالي كما كان بكري، وهذاك النصيب تيشجعني نعاود ندير اغاني اخرين. ودابا ملي كديروا لواحد الاولى هكا والثانيه صافي تيبقى شي تتحكموا على الفن بالزوال. وثانيا خصنا نعرفوا المكتب ديال حقوق التاليف خصو يعرف ان الملحون راه ماشي تراث واقف بحال الموسيقى الاندلسيه. الموسيقى الاندلسيه كاين الحي هي مضبوطه معروفه الشيخ ديالها تيكون حفاظ، بينما الملحون مازال حي يرزق، مازال فيه الابداع، مازال الكتابه فيه كاينه، ومازال الموسيقى والتوزيع الموسيقي خدامين فيه. واحد عدد من الشعراء الاول فينا شنقول كاين واحد العدد منهم الان الله يطولنا عمرهم، لكن تجو اشعار جديده وكاين وخص هادو خصهم يدعموا. انا ملي كندير انا قصيده ديال ولا تندير اغنيه ملحونيه مثلا حبيبتي غيتها مثلا، دير فيها الخليجي ودير فيها هادو الخليجي كاتبو انا، وكندير موسيقى خليجيه موسيقى باش نبين الملحون للشباب. ملي كتمشي كنديرها في الدروات وتنديرها في حقوق التاليف، ملي كنجي للبلاد يقول لك لا ما تتخلصش على الملحون، دائما تيهدي تلقاو التخريج. المشكل اللي عندنا هو مع الموظفين الذين يسهرون على هذا المجال الفني، فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي عندنا، هذا هو التطبيق ديالها. ما يمكنش لي انا عندي هذيك الاغاني راه وليداتي نعطيهم، يمكن ديك التنازل كاين شي واحد يتنازل لولده لشي واحد، ما يمكنش. خاص الفنان تكون عنده سلطه على الفن ديالو، لا في التمثيل ولا في الموسيقى ولا. انا نعطيكم مثال، واحد المكتبه فرنسيه قالوا لي بغينا ندوي على الملحون، بغيناك تغني لنا على كل شويه على الملحون وغندوي على القصايد. قلت لهم مرحبا. قال لي شحال تطلب؟ قلت لهم لا هذه الفكره هي ثقافيه، وبغيت المكتبه راه ما عندهاش ميزانيه، وانا نخدم معكم فابور ندي معكم هذا، لان انا تهمني نشهر الملحون ديال الوطن ديالي. قال لي لا ما نقدروش، يديونا للحبس، خصنا نخلصوك، عطيني نجيب لنا الشيك باش نعطيوك. هنا كتبان لي تنشوف الفرق. لا حنا المغاربه باش نحافظوا على الثقافه ديالنا خص الناس اللي لاباس عليهم، الناس المسؤولين في الاداره، الناس هذا خصنا ندعموا الفنان ونحافظوا ليه على الحقوق ديالو باش يبقى داك الازدهار، لان راه مجتمع بدون فن راه غادي ندخلوا الحرب. المتتبع اننا تنبغيو هاد البلاد، وانا كنت ملي كنت صغير تنغني العيطه ونغني الشعبي، انا خديت على عاتق ديالي باش نحافظ على هاد الفن اللي لقيت لي تنعرف ليه. اذا بغيت نحافظ على ثقافه البلاد ديالنا خصكم تساعدونا باش نحافظوا عليها. وزيدون انني عمرني ما غنيت في سهره في التلفزيون شي حاجه تخلص فيها شي ثمن، عمرني ولحد الان باقي اقصى. حتى انا ماكش
الاولى الفنانين اللي معايا طلبوني باش ندفع المشروع ماكش غادي ندفعو. تنتمنى يعم الحب على هاد المملكه السعيده، سيدنا تيقوم بالدور ديالو، راه تعطي الامر ديالو باش تعطى الدعم، هو ما تيقولش عطيو لهذا وما تعطيوش لهذا. هادوك اللي مسؤولين خاصهم يديروا ما يطيحوش في مورا، ما غلطوش، حتى هادوك اللي عطاهم يستحقوا، حنا ما تنقولوش. ولكن راه كاين فنانين بزاف اللي مضرورين بهاد كورونا في المغرب كله، وكان خاص دار واحد المؤسسه اللي تستعمل اللي تخدم على هذه المساله. وثانيا دابا حنا واقفين على دعم الفنان، ماشي دعم المشروع، حيت كاين فرق بين المشروع وبين الفنان. وتنطلب تحت دمع المشروع، تنطلب منهم يدعموا المشروع ديال الملحون، لان الملحون دعموه ملوك وكانوا فيه شعراء ملوك علويين، مولاي حفيظ، مولاي عبد الرحمن، راه هذا الفن هذا راه هو اللي تيعطي الهويه للبلاد. وما تما تقصيوناش، الله يرحم والدين وشكرا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.